الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا تحدثنا عن رجل في أمة أو رجل بألف، فأمثلة من أمثلة هذه المعاني تجدها في أناس لا يتسابقون على المراكز أو المناصب أو الاستحقاقات. بالتاريخ أنا دائما أتحدث عن الحاج أبو عمار في بعض الدردشات مع الأخوة، نقول مثل هؤلاء الأشخاص الذين نراهم ويراهم المجتمع يدوبون في خدمته، وقد تفضل الأخوة قبلي، ولكن عندما تأتي الاستحقاقات نحن نبحث عن آخرين، لأنهم لا يبحثون عن هذه الاستحقاقات، لا نيابي لا بلدي لا مناصب أخرى. تراه يعمل ليس ليكون رصيدا على أساس عندما تأتي استحقاقات يقول أنا هذه سيرة ذاتية وهذا موقع الاستحقاق. هناك كثير مثل أبو عمار، ولكن عندما ترى هذه الشخصيات وترى المعاناة تربطها بالدولة، وأن هل الدولة هي مساحة عمل فقط رسمي وشبه رسمي، أو هناك مساحات أكبر وفضاء أكبر؟ هناك طبعا في كل دولة مساحات للعطاء، ولكن عندما تكون الدولة تحتضن الجميع حتى هذه المساحات البعيدة عنها توفر لها الحماية، توفر لها الاحتضان، لأنها جزء من مقومات بناء الدولة. الدولة الرسمية، المؤسسات الرسمية لا تستطيع أن تخدم الناس. يعني عندنا 75 أو أكثر الآن مؤسسة خيرية، صناديق خيرية كانت سابقاً، الآن جمعيات خيرية ما شابه، لأن في تكامل. لا نتحدث عن تقصيرات الدولة، ولكن نقول في كل المجتمعات في تكامل. نتيجة العمل هذا المضاف الذي لا يرتجى منه إلا رضا الله وخدمة المؤمنين، نتيجة شنو عند الدولة القمعية؟ نتيجة تشكيل قضايا أمنية لهؤلاء الناس الذين يساعدون الدولة ويخدمون الدولة ويسدون النقص في تغطية الدولة الرسمية إلى بعض المناطق. هم يستهدفونهم بالسجن لأنه ناشط، وهذه الدولة لا تستطيع أن ترى إنسان ناشط في أي مجال دعوي حقوقي إنساني خيري ما شابه، تعتبره تهديد لأمن الدولة، لأن يجب على الناس أن يكونون يعني مقموعين صامتين يتأوهون ولا يصدرون التأوه، لأن في مراحل من المراحل يطلب منك أن لا تتأوه، لأن إذا تأوه تزعج الدولة، تزعج الرسميين، فعليك أن تصمت وعليك أن لا تبث شكواك، لأن هذا خطر على أمن الدولة وتحريض على أمن الدولة. لذلك يعاقب هؤلاء، لأن في تركيبة هذا النظام السياسي ليس مبني على فصل سلطات. لا تفضل أستاذ سيد هادي الموسوي. العقاب إذا كان عن طريق نتيجة جريمة معينة في القانون الوضعي، هناك نوعين من العقاب غير الإعدام إذا وصلت الحكم إلى إعدام: حبس، سجن حبس، أو غرامة. الحبس ما معنى تقييد الحرية بحيث أن هذا الشخص لا يستطيع أن يذهب أينما يريد ويكون في مكان محدد ولا مساحة من التنزه أو التمشية أو يعني حقوقه فيه، فقط ليس أكثر من ذلك. أما يدفع غرامة أو أن تحجز حريته فقط، ما موجود. مو بس فقط حجز حرية، ما موجود عقاب، انتقام، اضطهاد، سميه ما شئت، مضايقة، حرمان من العلاج، هذا كله خارج إطار
النقضة القانونية هي حجز الحرية، الحبس هي حجز حرية. وفي بعض الدول بعد يخلون بعض الناس يحطونهم في يعني بيوت يحجزون حريتهم بحيث انه ما يطلع برا بيته. وفي اشكال لحجز الحرية، ونرى في الدول التي تتقدم في الخليج كيف ان يحولون المؤسسات العقابية، يسمونها ما يسمونها بعد سجون، يسمونها مؤسسات عقابية واصلاحية. وتشوف في مشاريع يعني اعمال يدوية في تأهيل في دراسات، بل شاهدنا سمير القنطار انه اخذ دراسات عليا وهو في السجن. فهذا المنطق، منطق اين الدولة في تركيبتها؟ ماذا تعمل هذه المؤسسات؟ هل هي انتقام؟ هل هي عقاب؟ هل هي عقاب قانوني او ما شابه؟ لا، نحن في مرحلة ما يسمى بدعوة للحوار، ان تكون جادة وغير جادة. وطالبنا ايضا بتهيئة الاجواء، وقلنا ان ضرورة من ضرورات اذا كان هناك حوار جدي ان يكون هناك تهيئة الاجواء. تهيئة الاجواء واحد من مفردات تهيئة الاجواء التي قالت المعارضة وايدت دول كثيرة الافراج عن السجناء السياسيين. مثل هؤلاء الاشخاص، مثل الحاج ابو عمار وغيره، رموز وما شابه، استاذ نبيل رجب، عبد الوهاب الاخواجة، المقدادين، المشايخ، الاساتذة، الشيخ المحفوظ، الدكتور علي العكري. ما هي القضايا؟ قضايا قتل؟ قضايا حرق، ارهاب، تفجير سيارات؟ لا، قضايا راي، اسقاط النظام بالقوة قولا وكتابة. هذا بعد مفهوم جديد للقوة، القول والكتابة اصبح من القوة، او التحريض على كراهية النظام، او تجمهر، او ما شابه. كل هذه قضايا تعتبر في القانون الدولي، في الانساني، في كل المعايير، هي قضايا راي. اذا اردنا ان نهيئ الاجواء، الظلم، اقولها بكل معنى الكلمة، الظلم الذي وقع على مجموعة كبيرة من الناس ان يرتفع. تهيئة الاجواء ليس ان تكافئ احد، يعني مو تعطي احد شيء لا يستحقه. حاجة الى ظلم وقع على اناس كثير ان ترفع هذا الظلم. مؤسسات كانت تعمل بغير القانون، بانحراف على القانون، ترجعها الى القانون. هناك شكوى على احد، يحقق في هذه الشكوى، اذا كان بريئا يفرج عنه. مو يسخونه 45 يوم حجز احتياطي، وبعد 45 يجدد اليه حتى خلاف القانون، او 60 يوم لانه لازم توصم كل واحد في هذا المجتمع بالارهاب والسجن. ويؤلم، يعني يؤلم، يعني واحد يفتخر انه مناضل وما شابه في التسعين، في الثمانينات، في التسعينات، الالفين. بس لماذا هذا المنطق ان كل واحد لازم يقول انا عايشت في السجن 3 سنوات وسنتين، وكأننا لازم نصور هذا المجتمع هو مجتمع مجرمين؟ هذه تحتاج، هذه فقط تصوير المجتمع وكأننا مجرمين، محرضين على الارهاب، ارهابيين، مخربين. هذه فقط تحتاج الى رد اعتبار واصلاح. الان تهيئة الاجواء نتحدث عن رفع الظلم. هناك من يقول لا للعفو ولا للحكومة المنتخبة ولا لم نصل بعد الى مناقشة المطالب. نقول دولة تدعي انها تلتزم بالقانون وسيادة القانون، نقول ان في اناس وقع عليهم ظلم، سجنوا، حوكموا، عذبوا. الان في بحث في القضايا إساءة المعاملة، بس على أقل تقدير أن نوقف الظلم، أقل تقدير أن نوقف الظلم عن هؤلاء. فصلوا من مواقعهم، البعض عاد والبعض لم يعد. نقول وقف الظلم، ارجع إلى، ثم تقولون في المطالب السياسية نرجع لما قبل 14 فبراير هم يقولون، لكن في المسائل الحقوقية حتى مطلب أن نرجع في كمحطة أولى إلى ما قبل 14 فبراير، يعني من كان في وظيفة يرجع لوظيفته، هذا ممنوع. لا
لكن أن تتحدث عن تطوير النظام السياسي، إصلاح النظام السياسي، تغيير النظام السياسي إلى شيء يحفظ إنسانية الإنسان، هذا ممنوع. لازم أن نبقى على ما قبل 14 فبراير، منطق إنساني، منطق ذو مرجعية أو ذي مرجعية إسلامية دينية، يعني هذا الدين التي تعتقد به أنت يقول لك هذا الذي يجب عليك أن تتحرك فيه، إنسانيتك تقول لك هذا الذي يجب أن تتحرك فيه، وطنيتك لأن هؤلاء شركائك في الوطن هذا الذي عليك أن تتحرك فيه، قيمك التي تنتمي لها في عرقك، عربي غير عربي أنا ما أدري الآن، بس هذه قيمك اللي جاية من خلال طبيعة يعني تربيتك. ما هذا العقل؟ ظلم وقع على ناس يراد له أن يرتفع بعد ما عرفنا إلى الحكومة المنتخبة، بس واحد مظلوم في السجن حرام أن يطلع، يجب أن يبقى في العقاب، يحرم من العلاج، يحرم من أهله، يحرم من تعليمه. إذا كنا جادين فعلا في بناء الوطن، هذا الخطاب للجميع، من يدعي أنه من الوطن وشريك في الوطن وأنه يحب الوطن، تعال قدم لي مشروع فعلا أنت صادق فيه أن هذا يجمع الكل، مو أنت تقول لي أنا وطني ولكن أرفض كل المطالب الشعبية وأرفض أن يرتفع الظلم عن الشعب وأرفض إلا أن يكون هناك انتقام، بعد ذلك تقول لي أنا وطني وبعدين بعد يمكن تقول إسلامي وتقول لي أفكار ما شابه. لا، تعالوا نرجع، إذا تبون نبعد الدين خلنا نبعد الدين عشان نحفظ الدين، لأن هذا فيه إساءة إلى الدين أن يتحدث أحد من منطق إسلامي ويقول لا نريد أن نرفع ظلم عن أحد. بعد ما تبون نقول بعد ما تتحجون من منطق إنساني بعد ما ندري إيش نروح ندور لنا بعد مفهوم ثاني عشان وإحنا نتفاوض، مثل ما قال الدكتور منصور الجملي الله يحفظه قبل كم من يوم موضوع التوافق، وإحنا نتفاوض لازم نفهم بعض ولازم نتحدث من أي منطق نتحدث، دين وقيم دينية، وناس تقول لا ما نبغى نتكلم في القيم الدينية فخلوها محفوظة عشان لا تشوه القيم الدينية، قيم إنسانية تعالوا نتفاهم على القيم الإنسانية، نبحث إن هذا ظلم أو مو ظلم، نبحث إن هذا حق أو مو حق، قيم عالمية أو قيم بالية. إحنا طبعا لا نستطيع أن نتفاوض أو نتحاور على قيم بالية وقيم لا إنسانية وقيم لا دينية وقيم لا حضارية، نحن فقط نستطيع أن نتحاور على قاعدة ومنطلقات قيم دينية وإنسانية وحضارية وشيء وطني يحفظ كل هذا الوطن. هناك ظلم وقع على أبي عمار وعلى كثير كما قال السيد، وعلى المغسولين وعلى المسحوبة جنسيتهم وعلى المضطهدين وعلى المميز ضدهم وعلى وعلى وعلى، هذه ليست مطالب اكسترا على قولة الانجليز ولا زيادة، هذه حقوق أولية يجب أن تتحقق، وثم نخطو خطوات على أساس أن نصيغ النظام السياسي الذي يحفظ حقوق كل المواطنين، والحمد لله رب العالمين.